مذكور في الاجنده هون هو مذكور اللي هو الاستعجال، بس الفكره انك بدك تزرع بذره تفاح اليوم وتسقيها ما راح تصير شجره بعد 3 شهور، ولا راح تقطف منها بعد 3 شهور، بدها 3 سنين وانت بتعتني فيها زي الطفل المولود اليوم، بيكون ما بحكي ولا كلمه بس بسمع 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 بسمع، بعد سنه ونص بصير راديو صح. انت البرمجه الناس كثير ناس they quit يعني بيأسوا من البرمجه في نص الطريق لانه مش عم بيشوف نتائج قدامه، مش عم بزرع عم بزرع عم بزرع عم بزرع مش عم بيشوف نتائج قدامه. النتائج تطلع مره واحده بس بدك تصبر وتعطيها الباث كامل زي الشجره ارعاها، بعدين بعد 2-3 بتشوف انك بلشت تقطف منها.